ان هي هتعرف تسوي توتوريال. اذا تزوجت بتعلم. بتسوي لها مكياج، بتسوي معها ماسكات، واحط لها اينلاينر. لعنك الله، وش يقولون عنك؟ ما يفل بها. وش يقولون عنك يا؟ ويا وش يقولون عنك؟ بيتزوجوني؟ خلاص كل واحد يعرف نفسه، ما عنده حياته الشخصية. تحط له مناكير؟ لعنك الله يا نية، والله اني ما كنت اظن انك رومانسي. طلع يجي منك حركات. من هو راشد مون دبليو متعب؟ والله يوزر رونق، شكرا لكم. ها والله لأرسل لها كل صباح رسالة، يعني رسالة حب. رسالة ايش؟ حب. شو بتقول لها في؟ بقول لها يا ويحة أمك كم لبثتي ببطنها، فلقد صعقت من الجمال المبهري، فالحسن هذا لا أظن بأنه قد صيغ يا عمري بتسعة أشهري. هقولي ماني برومانسي إيه؟ أنت مياه في حقنا. أنتم سمعتوا ناس